حاولوا تشوفوا الفيديو للآخر، لأن في أواخر الفيديو بيبقى فيه معلومات مهمة. عندي أكتر من 50 نوع طيارة، أكتر من 50 نوع. اللي هيشتري طيارة ياريت قبل ما تشتري طيارة، ياريت قبل ما تشتري طيارة تتفرج على 50 نوع. عجبتك واحدة اشتري، ما عجبتكش 50 نوع اشتري اللي انت عايزه، يعني ليك مطلق الحرية. بس قبل ما تشتري، خسارة انك تشتري طيارة، انت مش كل يوم هتشتري طيارة، انت مش كل يوم رايح تشتري طيارة، مش رغيف عيش يعني. فانت بتشتري الطيارة مرة تقريبا في العمر، يعني مرتين في العمر. فاتفرج، عندك اكتر من 50، ممكن يوصلوا 60، انا بقالي كتير ما عدتش. اكتر من 50 نوع طيارة في القناة. اتفرج على الطيارة اللي تعجبك اشتريها. ال 60 طيارة، ال 50 60 طيارة ما عجبوكش، يبقى اوكي اركبهم على جنب واشتري واحدة غيرهم. واحدة غيرهم، اوكي؟ ويلكم بيان فيني، اهلا وسهلا بيكم. النهارده معانا طيارة الماركة دي، من الماركات الحلوة. في منها يعني دي نمرة 10، في منها 9 نزل في القناة، و8 في 8 و9 ودي نمرة 10، دي الأحدث حاجة. الكاميرا جواها، التانية كانت الكاميرا براها، هبقى أجيب لكم أوريكم الفرق ما بين دي ودي في فيديو تاني. أنا طلعت الشاحن عشان أشحن البطارية، لأن البطارية بتاعتي ما كانتش مشحونة، الكتالوج و الرياش مهمة جدا. ده الشاحن بتاعها 11 فولت البطارية و 12 فولت الشحن. اوكي، بس البطارية عايزة وقت عشان تتشحن. دول مهمين قوي، انا لسه متعور بسبب ريشة من الرياش. دول بيحجزوا على الرياش. اوكي، هوريكم يعملوا ايه. ده جي بي اس. ايه ده؟ ده جي بي اس بتاعها، وده عشان التليفون، وشويه ريش. يعني بيجي معاه ريش كتير، 2 4 6 8. احنا عايزين 4 بس. اوكي، عايزين 4 ريش. بيجي معاه حجاره، حجارة دي ايه؟ ريموت كنترول. ماشي، اوكي، حجارة ريموت كنترول. اوكي، ده عشان الريموت كنترول. ده حدوتة، يجي معاها مفك، شوية مسامير، ومفتاح عشان الريش. حجارة تانية اهي. طب احنا عايزين 4 بس، 4 اهم، مش عايزين المسامير ولا المفك، مش عايزين ده برضو دلوقتي. ده الريموت كنترول. اوكي، يو اس بي، ده زي ال علاقة بالشاحن، ده زي ال، لا مش زي السامسونج، بس لسه عارف بتاع ايه. اوكي، هيشحن حاجة برضه، هيشحن حاجة. اوكي، عشان كده. اوكي، دي الحاجات دي بتتشحن؟ اه، مش معقول. اها، اوكي، ده ريموت كنترول. حدوته، ريموت كنترول حدوته، بجد حدوته. ايه ده؟ في حاجة تحت، مهم جدا تبقى تبص في حاجة تحت ولا لا، لأن أوقات كتير بيحطوا بقية الحاجات تحت. مش تمام.
ده يطلع ازاي؟ خلي اوكي ده اوكي ده التليفون تمام اريل اوكي وهنا ده عشان الجي بي اس والواي فاي يبقى فهمت انا ده بيشحن هنا انا بقول برضو في اتنين شحن ازاي يعني شحن اتنين ده بيشحن هنا ده عشان يشحن دي يا ترى مشحونة ولا مش مشحونة مش مشحونة اوكي عادي اكيد مش مشحونة لازم تتشحن اوكي يبقى فهمنا ان ده بيشحن هنا ده عشان الجي بي اس وده بيركب هنا كده اوكي يبقى اشحنه الاول عقبال ما ايه هو كده بيشحن تمام ريموت كنترول محتاج حجاره عادي لن تتشال ايه دي كمان اوكي اربع حجارات تمام اوكي هنا انا بدوس هنا الكاميرا بتصور اوكي كده الكاميرا صورت اوكي تمام مش عايزين الكرتون احنا ولا عايزين الشاحن ده من البطارية نشيل ده طبعا بيجوا معاها ده عشان ما يبوظش الموتور وكده بيتشال عشان مفيش اي تراب يخش لو تراب دخل هنا ارمي الطرف الزبالة محتاج كارت اجيب لكم كارت اوكي تمام كده ركب لازم نقفل ده عشان التراب خلي بالكم من اي تراب اوكي اي تراب يجي على الطيارة مش كويس الكاميرا بيبقى عليها الكاش ده لازم نشيله اوكي
تمام. وهنا اون اوف. الرياش. عندي واحدة رمادي وواحدة سودة. هي مش هتلف على فكرة، يعني لو انت فكرت تعكسها مش هتلف، يعني هنا مش هتلف، يبقى دي السودة بس، هو هنا بلاك. اوكي لفت. طبعا لازم المفتاح وتربطها. اوكي يبقى هنا الرومانسي مفهومة، يعني عكس عقرب الساعة ومع عقرب الساعة، يعني واحدة عكس التانية. ايه ده كبيرة، دول مهمين قوي لما تيجي تخلص وتفك وتحطهم عشان مفيش ترابة تخش جوه هنا. اتفقنا؟ دي نحطهم جوه الاول عشان ايه ما يلحقوش. اتفقنا. الاثنين الرمادي اسود، يبقى قصادها اسود. اسود عكس عقارب الساعة. اسود عكس عقارب الساعة. والابيض مع عقارب الساعة. اوكي. انا بقرب بقلاية مؤقتا بس يفضل انك تقرب. دول بيركبوا هنا. دول هيركبوا هنا معاهم، جايب لك مسامير معاهم احتياطي. انا مش هركبهم دلوقتي بس بوريكوا. دول هنا ومعاهم مسامير احتياطي. هتفك المسمارين دول هتفك المسمارين دول وتركب المسمارين من عنده اطول منه، في مسمارين عنده اطول منه. نديك مسامير زياده معاهم كده عشان ما تتعورش، يعني لو لجت فيها او هي خبطت في حاجه ما تتكسرش، لان يعني المروحه كبيره، والمروحه دي سكينه، سكينه بمعنى كلمه سكينه. اوكي طبعا حتى الطياره بيبقى شكلها احلى واجمل. بس عايز اقول لكم حاجه عشان اكون صريح معاكم في النقطه دي، لو طيرت الطياره كده من غير دول حاطين معاك اسرع والبطاريه هتقعد وقت اطول. تاني اكرر، لو طيرت الطياره كده هي هتطير معاك اسرع والبطاريه اطول، يعني لو هي بتمشي بسرعه 50 60 كيلو ممكن تمشي تجيب 70 معاك، 70 كيلو متر بالساعه من غير دول. لكن لو ركبت دول، دول عملوا حاجز للهواء، الهواء بيخبط فيهم بيبطئ الطياره، فالمراوح تشتغل اكتر عشان تقدر تقاوم اللي انت عملته فيه. فدول على وهي على الارض، يعني لو هتطيرها كده حواليك في البيت في بتاع ركبهم، هتطيرها فوق على ارتفاعات عاليه لا لا مش مهم، كده كده مش هتتاذي انت بحاجه، انت كده كده مش هتتاذي، لان دول بيعكسوا الهواء جامد جدا. ما تتخيلش ان دول بيعملوا ايه، يعني العربيات السباق بيعملوها انسيابيه عشان موضوع الهواء، عشان الهواء ما يبقاش حاجز ليها وتقدر تجري. فانت لما تركب لها اربعه كده، اربعه بالمنظر ده، حد خلاص الهواء بقى بيضايقها في السرعه وفي البطاريه، جهد البطاريه، لان ده بياخد من جهد البطاريه. بس لو تسمح وانت على الارض، يعني وانت قريب من اطفال من ناس من كده، لازم تركبها لان خطر. اتفقنا؟ اوكي مش عايزين دي كمان. ما عنديش بطاريه، بطارية بتتشحن بس. اوكي معايا بطارية قديمة، تعالوا نجرب على البركة. اتدغدغت. ايه
لا مش هتركب للأسف، مش هتركب بالطريقة. حاولوا تشوفوا الفيديو للآخر، لأن في أواخر الفيديو بيبقى فيه معلومات مهمة. عندي أكتر من 50 نوع طيارة، أكتر من 50 نوع. اللي هيشتري طيارة ياريت قبل ما تشتري طيارة، ياريت قبل ما تشتري طيارة تتفرج على 50 نوع. عجبتك واحدة اشتري، ما عجبتكش 50 نوع اشتري اللي انت عايزه، يعني ليك مطلق الحرية. بس قبل ما تشتري، خسارة انك تشتري طيارة، انت مش كل يوم هتشتري طيارة، انت مش كل يوم رايح تشتري طيارة، مش رغيف عيش يعني. فانت بتشتري الطيارة مرة تقريبا في العمر، يعني مرتين في العمر. اتفرج، عندك اكتر من 50، ممكن يوصلوا 60، انا بقالي كتير ما عدتش. اكتر من 50 نوع طيارة في القناة، اتفرج على الطيارة اللي تعجبك اشتريها. الستين طيارة، الخمسين ستين طيارة ما عجبوكش، يبقى اوكي اركبهم على جنب واشتري واحدة غيرهم، واحدة غيرهم. اوكي اوكي لما اشحن بطاريتها نجرب نطيرها مع بعض لو سمحتوا. يعني دي من الطيارات اللي بنصح بيها، اوران كبيرة ماسكة نفسها في الجو جامد، كاميراتها حلوة، تطلع وتنزل بريموت كنترول، بتشيل كارت الميموري، مش محتاج حاجة يعني. بطاريتها كبيرة، فيها حواجز، فيها كل حاجة، ومش غالية بالمناسبة يعني، وماركة نظيفة من الماركات الحلوة جدا. اوكي اشكركم، لينا اللقاء في طيارة جديدة وفيديو جديد. شكرا لكم.